How do you feel, Mr. Ford? Congratulations for winning. ساديو ماني، تهانينا على الفوز وعلى الصعود للنهاية. أعتقد أن الحلم يقترب أكثر فأكثر الآن للسنغال ولساديو ماني أيضا. شكرا لك، أنا أمل ذلك. ماذا عن مباراة اليوم؟ كيف ترى المباراة؟ وما هو تقييمك لمباراة اليوم الصعبة ضد تونس؟ لا أكون صريحا، كانت أحد أصعب المباريات حتى الآن، ولكن نحن نحترم ذلك، لأنه إن أردت لعب النهائي يجب أن تلعب مثل هذه المباريات. في نفس الوقت نحن محظوظين، نحن نتعرف بذلك. أعتقد أنها مباراة صعبة ونحن سعداء لصعودنا للنهائي. ماذا كان إحساسك عندما كان سيتم احتساب ضربة جزاء لتونس وكانت هذه فرصة كبيرة لتونس للفوز بالمباراة؟ عندما كان سيتم احتساب درجة جزاء كنت قد أغمضت عيني، ولكن أنها كرة القدم. آخر مرة أحرزت فيها لم تكن في هذه المباراة، لكن أنا سعيد. يجب علينا احترام قرار الحكم لأنه في بعض الأحيان يكون معك أو ضدك، وأنا أتمنى أن تكون القرارات دائما معنا مثل اليوم. ونحن سعداء وفخورين، لدينا مباراة صعبة لنلعبها ونفعل كل شيء للفوز بها، لأن الحلم هو الفوز بكأس الأمم. ماذا تود أن تقول للمشجعين السنغاليين والشعب السنغالي؟ فقد يكون أول كأس أمم للسنغال. نعم، نود منهم أن يدعمونا مثلما هو الأمر دائما. سنبذل ما بوسعنا للفوز وإحضار الكأس للسنغال. ماذا تود أن تقول للمشجعين المصريين؟ أنا أحبهم، أود أن يقفوا خلف فريقهم في المستقبل، لأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الفريق.